مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. بننتقل الآن إلى فقرة فيها من الأزياء والموضة، ولكن لربما الكلاسيكية نوعا ما. يعني تشق العديد من القطع طريقها إلى خزائننا دون استئذان، بعضها بحكم رواجها والبعض الآخر بحكم طابعها الكلاسيكي، فنجد أنفسنا نتوارثها. صحيح، وعلى هذه القطع المتوارثة تحديدا تلقي زميلتنا غرازيلا أسبوعيا الضوء وتعرفنا على مسارها التاريخي عبر السنوات وكيف وجدت طريقها إلى خزائن نساء يمكن أكثر من الرجال. والله أنا أشوف ستايلي اليوم بعد شبابي وايد، لكن نتعرف أكثر على طبعا اللي اختارته لنا اليوم غرازيلا. صباح الخير. صباح النور ديالا. صباح النور مهران. صباح الورد. غلطان هالمرة لأنه القطعة هي ذكورية رجالية بامتياز، وكالعادة نحن النساء بنجي وبناخذها من خزانتكم ونحولها لقطعة بتناسبنا كمان. اللي هي السترة الجلدية طبيعيا، وليس فقط أي سترة جلدية وإنما هي السترة الجلدية اللي ارتبطت لفترة كتير طويلة براكبي الدراجات النارية، لذلك تعرف بالبايكر جاكيت. طبعا هالقطعة إذا بدكم في كتير من نجوم هوليوود ارتبط اسمهم بارتدائها، وهي عادة بتوحي بنوع من التمرد. بعض ممكن رجال العصابات بإيطاليا أيضا كانوا يرتدوها، والباد بويز أو الرجال يلي عنهم صيمة هيك غير مستحبة، ولكن هيدي القطعة فيما بعد أصبحت كلاسيكية. وإذا بدنا نرجع لتاريخ نشأتها أو تصنيع على المرة الأولى، فكان عام 1928، يعني خلال 5 سنوات تقريبا رح نحتفل بمئوية الفايكر جاكيت، لما طلب من إيرفين شوت بيمتلك مصنع للجلديات من شركة هارلي ديفيدسون يلي ضليعة بصناعة الدراجات النارية، إنها تصنع سترة من الجلد تأمن حماية لراكبي الدراجات، ولكن بالوقت نفسه تكون عملية. كانوا يرتدوا بالسابق سترات مزررة بالأزرار، وبالتالي عملية ارتدائها وخلعها كانت تحتاج بعض الوقت. بال 1928 ابتكر وصمم إيرفين شوت ما يعرف بالبرفكتو، وهو نسبة لسيجار كوبا كان يحب يدخنه، هيك سمى أول سترة جلدية عملها بال 1928. وتخيلوا تم بيعها ب $5.50. $5.50 وقتها تعادل تقريبا $550 بأيامنا الحالية. هالقد كانت القطعة تقيلة وثمينة. طبعا الجلد قماش سميك، وبالتالي بأمن حماية لراكبي الدراجات النارية في حال تحرضوا لحادث أو سقطوا، ما بيتجرحوا بسهولة. وبما أنها كانت مزررة بالسابق وكان بده يعملها عملية أكثر، اعتمد السحاب الجانبي اللي هلأ منشوفه بغالبية السترات، اعتمد أيضا القماش المطاطي على الأكمام وعلى الخصر حتى يضبط دخول الهواء للسائقين لما بكونوا على الطرقات، والأهم حط لبادات أو القماش المبطن السميك على الأكواع وعلى الياقة حتى يحموا أنفسهم أكثر، علما أنه الياقة أصبحت تتحرك وفيهم يرفعوها. وطبعا رفعت الياقة هي عادة في كثير من الشباب إلى أيامنا الحالية بيعتمدوها. من 1928 25 سنة لقدام 1953، لما وسيم هوليوود مارلون براندو ارتدى البرفكتو السترة الجلدية بالفيلم يلي شهره كتير، لأنه كان مثل ما ذكرنا بالبداية باد بوي The Wild One. طباع وشخصيته لمارلون براندو بهيدا الموفي كان شخص ثائر على التقاليد، ثائر على العادات، غير آبه بالأشخاص والمحيطين فيه. بقى كانت السترة الجلدية كتير مناسبة لشخصيته واكتسبت معه هيدا الطابع المتمرد إذا بدكم. نعم. إلى أي درجة غرازيلا لفتيني هون أنه فعلا اللبس يعكس شخصية البني كتير. آدم بشكل عام كتير. هلأ هو إذا بدك ذو شقين الموضوع، ممكن أنت تعكس شخصيتك من خلال ملابسك، وممكن ملابسك تعكس شخصيتك. صحيح. يعني فيك تلبس حسب مزاجك أنت بوقت من الأوقات، ولكن الملابس هي كتير شخصية. فيك أنت تاخد نفس السترة تاخدها سيدة تاخدها رجل تاني، طريقة التنسيق بتعود لأنت كيف بدك تبرز شخصيتك من خلالك. كان الجلد زمان كأنه أسمك من هلأ؟ هلأ كان أسمك، هلأ صار إذا بدك مطواع أكتر، مرن أكتر. وهون رح أفتح بين مزدوجين قبل ما كمل التسلسل التاريخي للسترة الجلدية. هلأ في دايما هيدا الديبا أو الجدل النقاش
بين الجلد الطبيعي وحقوق الحيوان وجمعية بيتا، وأيضا الجلد الصناعي والناس اللي بيهتموا بالبيئة والاستدامة. صحيح أنه الجلد الطبيعي ممكن يكون مأخوذ من حيوانات، ولكنه يدوم لفترة كتير طويلة، صناعته لا تؤثر سلبا على الكوكب. بالمقابل الجلد الصناعي يستهلك كميات كبيرة جدا من الماء لدبغه وتصنيعه، وبالتالي البصمة الكربونية عالية جدا على البيئة. هون القرار شخصي، ولكن بين بيئة واستدامة. أنت اللي بدكم إياه بتطوعوا لجانبكم. لا، ولكن هيدا فعليا، هيدا أنت فيك تختار يلي بدك إياه، أنا ما عم طوع، هيدا واقع. الجلد الصناعي ما بيدوم، كل سنتين بدك تغيره لأنه بيتعرض للتشققات وللتمزقات. الجلد الطبيعي ممكن أنا هيدي القطعة أعطيها لبنتي بعد سنوات عديدة وراح تكون بعدها بتدوم أكتر، وبالتالي مبلغها محلل إذا بدك. وما أذيتنا الكوكب. طب الألوان كيف الألوان جرازيرلا؟ هل كان زمان في ألوان لا، كان اللون الطاغي الأسود والبني، البني اللي منحسه محفوف واللي هلأ رائج بقوة كتير، هولي كانوا اللونين الأساسيين. ولكن فيما بعد طبعا مع تطور الصناعات الجلدية والأصباغ والدبغات صار في ألوان أخرى. هلأ السؤال يلي دايما بحب جاوبكم عليه، كيف وصلت هالسترة الجلدية إلى خزائننا نحن كسيدات؟ ما في شيء ما بوصل من الرجال لعنا. مع بداية الحرب العالمية الثانية توجهتوا حضراتكم إلى ساحة المعارك. صحيح. وبالتالي كان على حضراتنا أنه نتوجه إلى معترك العمل. تخلينا عن المعاطف الأنثوية، عن التنانير، كان بدنا لباس عملي، لباس مريح وبالوقت نفسه يحمينا. فأخذنا من خزائنكم السترة الجلدية لأنه كانت تتأمن الدفء بس السترة الجلدية كراسيل أخذت كل شيء هذا الشيء تباعاً، رح ناخذ كل الخزائن تباعاً طبعا، فأذن إلا لأنها بتأمن الدفء والراحة والعملية. من بعد مارلون براندو ما شهر السترة الجلدية بالخمسينات، كرس إذا بدكم مكانتها كأيقونة فرق الروك اند رول والبانك، لأنه كانت هالفرق بحد ذاتها متمردة على العادات، وموسيقى يلي كانت تقدمها وكلمات الأغنيات كانت بمثابة ثقافة معاكسة للثقافة السائدة. وكان نجوم أو أعضاء الفرق سواء فرق الروك اند رول او البانك يرتدوا السترة الجلدية، وايضا يوضعوا اخذتوا المكياج من عندنا، كانوا يكحلوا عيونهم بالكحل الاسود من عند السيدات حتى يرسموا اذا بدكم شخصية خاصة لانفسهم. نعم، لاحظتوا اني انا في هالفقرة ساكتة صح؟ ما بتلبسوا مايكل جاكيت؟ نحن كاماراتيات كسيدات. نعم. يعني يمكن ما ناخذ هذه السترات او نرتديها، ولكن لاحظت ان عندنا الشباب في دبي بالتحديد تلاحظينهم من بعيد الرايدرز، يعني صحيح. حتى عندهم كافياتهم، عندهم اماكنهم، تجمعاتهم، ودخلوا في هذا العالم بشكل كبير وحابينه، وفعلا من ستايلهم من هالجاكيتات تقدرين تعرفينهم وتميزينهم. ما بتعتبريها مناسبه للسفر مثلا اذا كنتوا مسافرين خارج دوله الامارات العربيه المتحده؟ قطعة ملائمة لأماكن باردة أكيد. علما أنه كمان ملاحظة بسيطة، إحدى المصممات ما رح يحضرني اسمها حاليا صممت عباءة سوداء، ولكن كان الجزء العلوي منها شكل البايكر جاكيت بالقماش الجلدي. دخلت أيضا فيها ابتكارات بلا شك، ولكن أنا اللي حبيت من المعلومات اللي قلتيها جرازيلا أن هي كذلك وكأنها سترة للحماية. صحيح. ليست فقط مجرد جاكيت، ولكن هي تحميهم بنفس بالفعل. الوقت جمعت إذا بدك الأسلوب الموضة وبالوقت. نعم. نفسه العملية من ناحية أنها بتأمن الدفء وبتحمي. بس جرازيل ما بتلاحظي أنه جواكيت الجلد ما بنقدر نلبسها طول السنة، يعني إلها مواسم معينة؟ بدي اختلف معك لفرد سبب. صحيح هي سائدة أكثر بالبلدان يلي بيكون فيها برد لأنه الجلد بيأمن نوع من الدفء، ولكن بدبي مثلا ما فينا نتوجه على مراكز التسوق أو مثلا حتى على مكاتب العمل من دون ما يكون معنا سترة. وهلا تأثر عم بيصير كتير حلو، فالسترة الجلدية من هلا إلى شهر فبراير ممكن نرتديها بأريحية. نعم. وبتناسبنا وبتعطي أيضا أسلوب شبابي جميل للسيدات وللرجال على حد سواء. طبعا انتقلنا كيف وصلت للسيدات خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن لقيت رواجها الكبير بالسبعينات لما قالكم فيلم جريز جون ترافولتا أوليفيا نيوتن جون، كانت طبعا الأغنيات الرقصات والفيلم بحد ذاته شكل انطلاقة للسترة على بالنسبة للشعب بالنسبة للعامة يلي صاروا يرتدوا هالجاكيتات. وفيما بعد طبعا ممثلي هوليوود يلي دايما إذا بدكم بيطلقوا العنان لأنه القطعة تصير رائجة وتصير أيقونية، جوني داب، توم كروز، ليوناردو دي كابريو،
ليونارد براد بيت، طبعا الوسماء من ممثلي هوليوود، وطبعا كرت السبحة فيما بعد حتى يرتدوها السيدات. الجميل فيها انه تنسيقها كثير سهل، يعني مثلا انا اليوم لبستها مع فستان من التيل، فينا نلبسها مع جينز، فينا نلبسها، شفنا بعض نجمات هوليوود على السجادة الحمراء مع فستان مسائي بامتياز، حطوا السترة الجلدية حتى يكسروا، حتى يعملوا إذا بدكم يخففوا من حدة الفستان المسائي. بتلبس مع سراويل، بتلبس مع تنانير، بتلبس خلال النهار، بتلبس خلال المساء. صار فيها كتير عليها إضافات، البعض زينها أو طرزها، بعض الآخر مثلا المسامير مثل ما أنا لابسة أو الستادز حتى تعطي لوك أجي أكتر أو حد أكتر يذكرنا بال روكندرول. قطعة عملية مرة تانية للسيدات وللرجال، وهيدا جمال الموضة انه قادرين نطوعها بما يتناسب مثل ما ذكرت قبل شوي انت مهران. صح. مع شخصيتنا. نعم. جرازيلا. انا حبيت انها هي بعد يعني كملتي اللوك كامل جرازيلا، حتى مع الحذاء اللي اخترتي البوت والروج الاحمر يعني خلاه انثوي بشكل طاقي. طبعا هل كل من يلبس هذا الجاكيت او هاي السترة تحسين أنه لازم يكون البوت؟ لا أبدا، أنا مثل ما ذكرتي حبيت تكمل اللوك، ولكن فيك تكوني لابسة مثلا سروال جينز، تيشرت قطني أبيض بيزك جدا، يعني ما يكون عليه لا طبعات ولا رسمات، ترتدي حذاء مثلا بوينتد أو مدبب من الأمام مع كعب عالي، فيك توضع الأحمر باللون الأحمر لأنه يعطي هيك إذا بدك شخصية وجاذبية وبيكمل الطلة إذا بدك، ولكن أي نوع. وكنا عم نحكي مرونتها بالتنسيق، هيدا يلي بيعطيها جاذبية بخزائنها. بعدين الحلو بالسترات الجلدية أن الموديلات ما بتتغير كثير، يعني نفس صحيح، هي القصة كلاسيكية، الأكمام سحابات السحاب الجانبي، ولكن الإضافات يلي بيعملوها المصممين. اسمحوا لي بس أذكر إيف سان لوران بالستينات، إذا بدكم عمل تمرد كبير بعالم الأوت كوتور، الأزياء الراقية، لما كان لا يزال مصمم ولكن فنان مدير الإبداع عند دار ديور الفرنسية، لما أدخل السترة يلي عم نشوفها هلأ كانت بايكر جاكيت من جلد التمساح، كان أطرافها مزودة بالفرو، وبوقتها كان الأمر بمثابة فضيحة بين مزدوجين بعالم الموضة الراقية أنه لا ترقى هذه السترة إلى معايير الأوت كوتور، ولكن الموضة بتحب المتمردين طبيعة الحال، وكلنا بنعرف إيف سان لوران لما غادر دار ديور وافتتح الدار الخاصة فيه قد ايه وصل إلى مراتب متقدمة بعالم الموضة. شجعتني جرازيلا أروح أشتري جاكيت. صح. أنا متأكدة إنه بأيام الشباب، أنت أيضا ما زلت شاب، ولكن لما كنت أصغر سنا أكيد اقتنيت بسترة جلدية. بس نسيت بصراحة القطعة، نسيتها شوي من خياراتي. فتش عليها وعيد إذا بدك تنسيقها لأنها رائجة بشدة. بكل تأكيد. نعم، حببتينا وايد طبعا كالعادة بأي قطعة أنت تتكلمين عنها، وشاكرين طبعا التاريخ اللي حضرتينا إياه وعرفتي فيه الجمهور. شو بدكم أحكي الأسبوع المقبل؟ نقوا قطعة عبالكم تعرفوا تاريخها. سؤال حلو. ايه ما يطلبوا المشاهدون. فكروا خبروني. نعمل استفتاء ونخبرك. تمام. شكرا الأسبوع المقبل. شكرا لك يا جرازيلا.